ارفدنا عم ورقاسي ما مجدك اسناد. نجدد لكم التحية إنما كنتم مشاهدين الكرام، وهذه المرة الانتقال من استوديو البرنامج من مجمع الاستوديوهات الرقمية بوزارة الإعلام بمحافظة مسقط، ننتقل إلى ولاية الطاقة بمحافظة ظفار مع الزميل العزيز من هناك حسين بن علي حاردان، وحديث حول إطلاق متحف تواصل الأجيال بهذه الولاية العريقة. فصباحات الخير لك يا حسين، ومباشرة يعني تطلعني وحورا والمشاهد الكريم حول تفاصيل هذا المتحف. أهلا ومرحبا سيف، صباح الخير، وصباح الخير لكل من يتابعنا في هذه اللحظات بالتحديد إلى هذا الربط المباشر هنا من ولاية طاقة، حيث يتم إن شاء الله صباح اليوم سيتم تدشين متحف تواصل الأجيال الفاضل سالم بن أحمد بن محاد العمري. هذا المتحف الذي يقوم عليه يعني صاحبه بجهود شخصية ذاتية لينقل شيء من التراث للأجيال القادمة. حقيقة المتحف متنوع ويحوي عدة جوانب وأركان وتفاصيل، يعني لو نتحدث عنها هكذا راح ناخذ وقت، لكن نحاول إن شاء الله نوجز من خلال هذا الربط ونتعرف بشكل دقيق مع الفاضل سالم بن أحمد العمري. أهلا ومرحبا بك، صباحك الله بالخير، ونتعرف مباشرة على أهمية وجود هذا المتحف اليوم وأيضا أبرز ما يحوي. طبعا المتاحف لها أهمية كبيرة جدا، فهي تعرف بالأجيال ما قام به الأجداد للأبناء ومن الأبناء إلى الأحفاد، وهكذا هي العملية. والإنسان أو الناس اللي ما عندهم أصل تراث يعتمدون عليه قاعدة، فطبعا زي البناء، إذا لم تكن لديك قاعدة فمهما سويت من أعمدة لا تنفع. جميل جدا. مكان المتحف نتعرف عليه ونعرف المشاهدين أين يقع يعني، وبالتحديد أيضا ساعات العمل إن صح التعبير للمهتمين وللراغبين بزيارته. طبعا موقع المتحف في ولاية طاقة وتحديدا في الحي القديم، والحي القديم يعني مشهور بالمعالم التراثية، برج طاقة، حصن طاقة، أيضا متحف تواصل الأجيال، أيضا بعض البيوت الأثرية القديمة، ومن من هذه البيوت بيت التاجر حمدان شكيلي، التاجر أحمد بام خالف، التاجر سالم فرق كوفان، التاجر أحمد علي تمان. وهذا أحمد علي تمان قد صاحب القلالة الله يرحمهم جميعا لأمه، يعني هذا في نفس الحي، وهذا يعطي أيضا أهمية كبيرة للموقع. جميل جدا سالم، الجميل في الأمر أن موقع المتحف أيضا مثل ما تفضلت هو بجهد شخصي وذاتي منك وفي منزلك الخاص، وهذا دليل على حرصك الشخصي لمواصلة هذا التراث وهذه المقتنيات المميزة. الحديث هنا أيضا عن أبرز ما يحوي هذا المعرض من أقسام ومكونات. طبعا المتحف عبارة عن 4 قاعات، قاعة الاستقبال وهذه تمثلها البيئة البدوية، قاعة أم سالم وتمثلها البيئة الحضرية وبعض الصناعات، أيضا القاعة الكبرى وتمثلها البيئة الريفية وفيها الصناعات الفضية والسعفية والجلدية والأسلحة ومسيرة التعليم، وقاعة ديرهم، وهي ديرهم تعني النقود، فهي تحتوي على النقود العمانية المعدنية والورقية والتذكارية، بالإضافة إلى بعض العملات المتداولة قديما في عمان. ما هي أيضا الخطوات التي تقوم بها من ناحية أيضا جمع هذه المقتنيات والحفاظ عليها في هذه الفترة؟ وبلا شك المعرض اليوم يعني تميز بمقتنيات اللي عندك اليوم، نتحدث عن بداية اهتمامك وشغفك بهذا المجال وتطلعات المستقبلية. طبعا الله يرحمها الوالدة طفور رمضان عوض بام خالف، يعني بحكم أنها الوالدة بتشتغل وهذه، وأنا بشتغل معها أحيانا بعض الأشياء، فتم الغرس. لكن بدايتي كسالم العمري عام 1983، حيث كنت في عام الشبيبة في الاحتفال أمام المقام السامي طيب الله ثراه، وحصلت على عملة مكتوب عليها اسم ظفار وهي 10 بيصات ظفار، فكان زاد الشغف وبديت أبدأ أجمع عملات، فقدتها تركتها وعدت من جديد بقوة في 2010 وبدأت الاستمرارية، وأيضا بتعاون الشباب من مختلف محافظات السلطنة من عملية التبادل من خلال النصح والإرشاد، الحمد لله قدرنا أن نوصل إلى ما وصلنا إليه. جميلة جدا. رسالة أخيرة منك أستاذ سالم لكل من أيضا يتابع هذا الربط وللمهتمين أيضا بمثل هذه الأنواع من المعارض.
طبعا رسالتي التراث أمانة ورسالة، إذا لم نقدر أن نحمل الرسالة فمن سيحملها؟ سينتهي تراثنا، فعلى قول الشيبان الهلا الهلا بتراثكم. كل الشكر والتقدير. شكرا وجزاكم الله خير. إذن مشاهدينا الأعزاء كانت هذه وقفتنا اليوم مع الفاضل سالم بن أحمد بن محمد العمري صاحب متحف تواصل الأجيال، نتمنى لكل التوفيق إن شاء الله، وهذه دعوة لكل من يتابعنا بأن يقوم بزيارة هذا المعرض ويتعرف على هذه المقتنيات الخاصة والمميزة والنادرة. أكيد نعود مرة أخرى إلى قهوة الصباح لمتابعة ما تبقى من فقرات هذا البرنامج. لك الله كل هذه الجهود وكل هذه العطاءات، تحية لك يا حسين، وتحية كذلك لضيفك الكريم الزميل العزيز حسين بن علي حردان، كنت معنا من ولاية طاقة بمحافظة ظفار، وحديث حول إطلاق متحف تواصل الأجيال بهذه الولاية. مشاهدي الكرام، ما زلنا معكم في قهوة الصباح، أكيد متابعات مختلفة ومتنوعة ومستمرة، ولكن بعد الفاصل سنعود، فخلوكم معنا.